كان هنالك رجل شديد الطمع، معروف بمشكلاته وتعده على حقوق الآخرين. يعيش وحيدا في منزل صغير في إحدى القرى البعيدة. سكان القرية ضاقوا بهذا الرجل ذرعا بعد أن عانوا بسببه من مشكلات كثيرة. وفي أحد الأيام اجتمع أبناء القرية لينظروا في أمره، ثم قرروا أن يبعدوه تماما عن قريتهم ليتجنبوا أفعاله السيئة. قصد ذلك الطماع قرية بعد أن سمع عنها كثيرا. بساتينها مملوءة بالأشجار المثمرة، وحقولها الغنية ممتدة على مد النظر. أما كبير القرية فقد ذاع صيته في كل مكان، وهو رجل حكيم عرف برجاحة عقله وكرمه الكبير. ما إن وصل الرجل الطماع إلى تلك القرية حتى ذهب إليه مباشرة. دعاه الحكيم إلى مضافته ليسمع شكواه، وهكذا راح الضيف يقص حكايته الكاذبة قائلا: جئت طالبا عونك أيها الحكيم، أهل قريتي جاروا علي واتهموني ظلما، لم يتركوا مشكلة حدثت في القرية إلا وادعوا أنني سببها، غارون مني، فأنا الأذكى والأرجح عقلا، وهم لا يريدون لرجل مثلي أن يعيش بينهم، أرجوك ساعدني. فأجابه كبير القرية: هون عليك يا بني، طلبك مجاب ولكن ليس الآن. من عاداتنا أن نكرم ضيفنا 3 أيام ثم ننظر في أمره، ابقى هنا وتصرف وكأنك في بيتك. وهكذا أمضى الرجل أيامه 3 وهو يأكل ويشرب ولم تكن لطلباته من حدود. أرسل الحكيم واحدا من رجاله ليسأل عن حال ذلك الضيف، ولم تكن الأخبار التي وصلته طيبة. علم بقصته كاملة وعرف أن ضيفه ما هو إلا كاذب طماع، ومع ذلك قرر أن يجد طريقة لمساعدته لعله يعود إلى رشده. وفي اليوم الرابع صحب كبير القرية ضيفه إلى مكان قريب من القرية وسأله عن مطلبه، فرد عليه الضيف: أرجوك أيها الحكيم، أريد قطعة أرض صغيرة أزرعها وأعيش من ثمارها وخضرتها، أنت أبو الكرم وها أنا أدوس بساطك، فأرجوك لا تردني خائبا. فرد عليه الحكيم: لا بأس يا بني، هذه الأرض صارت لك، حدودها تمتد من مكان وقوفنا إلى تلك الصخرة، ما رأيك؟ فرد عليه الرجل بسرعة: يا سيدي الكريم، هذه أرض صغيرة جدا ولن تكفيني، وأنا طامع بجودك وكرمك. أدرك الحكيم أن هذا الرجل لن ينصلح حاله أبدا، وأن طمعه لا حدود له، فخطرت في باله فكرة وسرعان ما بدأ في تنفيذها. أعطى خنجره إلى ضيفه وقال له: خذ هذا الخنجر واغرسه في أي مكان تريده، وبذلك تحدد نهاية أرضك، فتكون حدودها من حيث نقف إلى حيث المكان الذي تغرس فيه ذلك الخنجر. وهكذا انطلق بسرعة البرق، وكان طمعه يزداد في كل خطوة يخطوها. مضت ساعات وساعات ولم يتوقف ذلك الرجل للحظة واحدة يلتقط فيها أنفاسه، وكيف له أن يتوقف وهو يحلم ببستان أكبر من قريته كلها، بستان فيه بيوت وأشجار وحتى قصور. لم ينتبه ذلك الرجل بأنه قد وصل إلى مشارف الصحراء. نال منه التعب والعطش وراح يلوم نفسه لأنه نسي أن يحضر الماء، حتى صار يقول في نفسه: ليتني أحضرت معي جرة صغيرة من الماء، لا بأس لا بأس، اصبر قليلا، يجب أن لا أضيع هذه الفرصة الذهبية من يدي، سيصير عندي بساتين على مد النظر، سأجبر سكان قريتي على العمل في بساتيني، سأبني قصرا من الرخام وأصبح واحدا من أغنياء العالم، هيا سأتابع. تابع ذلك الرجل مسيره بصعوبة ولم ينتبه إلى أن الشمس غابت تماما. انتصف الليل ولكنه لم يعد، وفي القرية سأل أحد رجال حكيم القرية عن موعد عودة الضيف، فأجابه الحكيم: ضيفنا لن يعود، اذهبوا غدا وابحثوا عنه. وصدق الحكيم في كلامه، ففي اليوم التالي ذهب رجال من القرية للبحث عن ذلك الضيف، وبالفعل وجدوه في وسط الصحراء ولكن كان قد فارق الحياة.